677 من ون بيس بعد انتظار اسبوعين بس قبل لا بدبل الصراخ والحماس. في واحد لازم نعتذر منه، محمد الغامدي من الدمام، العضو رقم واحد انضماما للطاقم. ما في اي عذر، اي حكمه، اي شيء اقوله يكفى عن خطائي اني نسيت اقول اسمه في حلقه التساؤلات اللي فاتت. ما في غير اقول قومي نساي، ممكن يغلط هالكلمه، ممكن ما غلط، ما ادري، انا ما افهم ياباني. قومي نساي محمد، قومي نساي جيمر شيلد، محمد جيمر شيلد نفس الشيء يساوي، يعني يساوي محمد جيمر شيلد قومي نساي. وطبعا بكم تشاركوني في الترحيب ايضا بالاخ عمر من الدمام اللي انضم لنا وصور حفل اي اف كي اللي وريتكم مقتطفات امس، وراح اتم انزل فيديوهات خلال هالاسبوع، انتظروها. اعتقد بكره راح ننزل اول فيديو لقاءاتنا مع الكوز بلاير. الحين بعيدا عن هذا كله، وخر وخر 677 سبحة الفراشة 677، خلونا نبدا. لكل جواد كبوة وغلطة الشاطر بعشر يا يسبه. أنا مو بقاعد الحين أدهن لك سير ولا الكلام هذا، لكن لما شفت مشهد العنب مرة ثانية مضحك، لكن برضو ما هو بعذر إنك تقضي على شوقة بهالطريقة، مو بعذر. لا يا يسبه، لا يا أودة، أنا ما هغير رأيي. سوي هالكلام كان الأسبوع اللي فات، الحين خلونا في الأسبوع هذا. قبل لا أبدأ في انطباع الحلقة، إجابة على تساؤل جاني الأسبوع اللي فات، ليش يسبوا لما شقر حطت العنبة في فمه والمسته بيدها ما تحول إلى دمية؟ اللي قال إن القدرة مش في اليد اليمين، في اليد اليسار، واللي قال لأنه ولأنه ولأنه، هو باختصار شيء بديهي في أي قوة، سواء كانت فاكهة شيطان أو غيرها، في شيء إرادي أنت تتحكم فيه، في شيء لا إرادي، مثل فاندر ديكن في حدث اليوجنتو، قدرة يده لا إرادية، عشان كذا يلبس قفازات عشان لا يضيع ملمس يوهوشي من يده، لأن قدرته لا إرادية. بالنسبة لشوغر في الحدث هذا قدرتها إرادية، هي اللي تطلق قدراتها وهي اللي ما تطلقها، عشان كذا لما حطت العنب وكانت تظنها مسمومة، ما تدري إنها راح تخلي عيونها تسوي طول ولا شيء، هي كانت تظنها مسمومة، فحطت العنب في فمه وقالت له مت. كان قصدها تقتله، فليش تحول لدمية؟ ما تبيه، تبي تقتله، راح اذوقك السم اللي تبي تذوقني اياه، فقط هذا هدفها. ما كانت تدري ان الموضوع هذا الهدف منه انه يغمى عليها، كانت تظنهم يبون يقتلونها. وشفنا المدينه يكتسحها النور، المدينه المظلمه دسوزا يكتسحها النور. الاب يعود لابنه، والزوج يعود لزوجته، والزوجه تعود لزوجها. لما قال هيتاي سام من قبل ان دسوزا عايشه في ظلام، انا طول هالحلقه قاعد استناه هيتاي سام يرجع، ابي اشوف كيوس مثلكم محترق، لكن قلت ليش الأنانية؟ الظلام اللي عايشته دسوزا، مثل ما شفنا الظلام لازم نشوف النور. تقطعت وأنا أشوف الأب اللي 10 سنوات يشوف ابنه يكبر ويتربى كيتيم، وهو موجود بس مو قادر يسوي شيء. الأب اللي هو تايسان يشوف بنته تتعرض لأقصى أنواع الذل، وهو موجود بس مو قادر يسوي شيء، مو لأنه ضعيف، قوي، بس لأنه مو موجود في نفس الوقت. هذا أنت موجود بس أنت موجود. دائما نقول اللي يموت وتبقى ذكراه ما مات، طيب الحي اللي مسح الذكراه، أو ماي جاد، سويت يا كيهوتي. مهما صارت المواقف اللي تطلع بعدين، يعني كوكو دايت في أراباستا جه موقف بطولي خلاني أسامح، أنت لا تسامح، لا تغتفر، اللي سويته مصيبة. الحبيبة رجعت شافت حبيبها خانها، هو ما يدري إنه خان، وهي تشوفه خانها. الزوجة جات ما لقت زوجها، واللي رجع شاف عائلتها رايحة فيها، ما خليت أحد، أهبل أهبل وحاقد. قلت عنك من قبل أنك شخصية حاقدة، ووضح لي أنت لهالدرجة حاقد، طاغية طاغية. لكن هنا أقول وقف، تذكرني من قبل قلت عنك ذكي؟ طيب أنت يا كيوتي كشخص ذكي، أنا مستغرب إنك ما حطيت في راسك حساب إن كل خطة مهما كانت جيدة لها فشل. اللي بتسوق فيها، سوق فيها حبة حبة. يخرب بيتك، يخرب بيتك. رجعوا القراصنة، قلت أوكي يلا، هو تشيبوكاي وتينو يوبي وكل القراصنة، أوكي يلا رجعوا القراصنة يتعامل معاهم.
جيش الدوسوزا قلت انت ابغى تصير الملك، رجع جيش الدوسوزا انت مساطوه من قبل. شوي مامي سيف ابول يخرب بيتك، سيف ابول حكومه، حكومه يلا حكومه يا احمق، حكومه العالم مدنيين حيوانات، يخرب بيتك يا غبي، نبي تلقاها تقدر تقنع هذا طاخ. اوه المامين طاخ، اوه خلاص هنا بوف، اوه حيوان اشرح لهذا الحين. وما ينفع اقول اعمل نفسك ميت، ما بيعمل نفسك ميت، يشم ريحتها، ما في اعمل نفسك ميت. وفي العاد انت قد ان فيها لا تنسى تحقد اكثر من البعارين، ثعبان نمر ديك شبقة شبقة، ما حولت استخفيت، جنون عظمة، طغيان، أهبل، مجنون مجنون، بس تستاهل اللي بيجيك. أنت أحمق دائما اكسب لك حريف، هذا الشيء اللي تفوق فيه عليك لوفي، كل معركة يدخلها يطلع بحليف. أنت الحين ما حد راح ينفع معاك، ما حد راح يسامحك، بجيب لك ناروتو وبجيب لك ناتسو من فيري تيل، بيحولونك قدرة قادر طبعا اللي هم يسوونه، بيحولونك شخصية شريرة لشخصية طيبة، برضو ما راح نسامحك، ما في أمل للسماح، بنفقع وجه ناروتو وناتسو وياك، ما في فايدة، راح أقنع كل الحيوانات من يقنعها، تشوفه مو موجود، ما في أحد يساعدك يا كيوتي، راحت عليك. وبمناسبة الحديث عن تشوفه، لازال مغيب هو نامي روك سانجي في سفينة البيجما، هل هم معاها ضدها؟ والله ما أدري، ما أدري والله ما أدري، بس أنا أقول لك يعني مواجهتهم مع سفينة البيجما المصيبة في الحدث هذا، أقوى عناصر طاقم لوفي مش موجودين، جيمبي قال بيروح للبيجما، سانجي تشوبا محاصرين مع البيجما، نامي اللي هي الاستراتيجية الوحيدة وها فيها شوية استراتيجية من طاقم لوفي محاصرة مع البيجما، بروك اللي خبير التسلل الوحيد في طاقم لوفي محاصر مع البيجما، أقوى يونيكو محاصر أقوى خمس أركان من طاقم لوفي، تاكا لوفي وزورو مع روبن، روبن لا استخف فيها، لكن البطل الغير متوج في عملية SOP صراحة أنت أكثر شخص ضحى من طاقم لوفي يا فرانكي، نائب أدميرال وثلاث ضباط من عائلة كيهوتي وجنود عائلة كيهوتي، جنود المارين، كان يمديه يتعامل معهم بذكاء، لكنه ما كان يبي يتعامل بذكاء، كان يبي يلهيهم. مجرد نزولهم تحت فشلة SOP، أيا كان الموجود تحت مو بشرط يسبه، يمكن لو أي شخص ثاني بتفشل SOP. فرانكي أنت البطل غير متوج للحدث هذا، وهذا اللي معصبني على سبه، قاعد ياخذ كل الفضل ما سوى شيء، عاد لو هو مغمى عليه يقول صارت حسب المخطط، لا يا يسبوه ما صارت حسب المخطط، لا تكذب يوسف وخلنا حبايب، لا تكذب بس انت على شف الموت يا اخي، لا تكذب ما صارت حسب المخطط، ما في شيء كان من المخطط، ما صار شيء، كلمه واحده قلتها انت صادق فيها لما قلت دعوا الباقي لاصحابي او افراد طاقمي، هذه انت كنت صادق فيها. انا مو بنتقدك لاني كارهك، انا من اكثر عشاق يسبو، لكن لما تعشق الشخص اللي تشوفه في افضل حالاته، ما تحب تعشق شخص وتقعد تتخذ له اعذار، تقعد تفجع له، لا يا حبيبي أنا عشقت الشخصية هذه، الشخصية هذه غير حقيقية، الشخصية هذه خيالية، الكاتب يقدر يخليه أحسن، ما بيكون أحسن واحد في الطاقم، طاقم لوفي فيه لوفي، بروك، سانجي، زورو، تشوبا هم القتاليين، يسبوا استراتيجي، بس لأن الكاتب حطه في موقف قتالي أبي أشوف موقف قتالي من حقي أنا كمتابع. تنتقل الكاميرا يمين يسار يمين يسار، أحداث أحداث أحداث، وأنا بانتظار كروس المقاتل كيروس، لكن شفنا زورو وهو يبحث عن بيكا، هذا انتقاد آخر عندي، زورو يبحث عن بيكا، المفروض أنا أقول خلوا زورو يضيع في الحدث هذا كله، والحين فجأة يطلع البيكا ويقاتل معه، ما حبيتني بيكا قاعد يرفع ويخفز يرفع ويخفز يرفع ويخفز، ثمان شهور إحنا قاعدين نشوف هالحدث، ثمان شهور أنا أقول أخي أنا بندخل في الحماس، راح الصيف ولبسنا ثياب الشتاء ما جاء الحماس. بليز بليز خلينا نشوف حماس زو، بليز استناك زو، لكن الخبر المطمئن ان الحلب على وشك تنتهي وبنشوف من بياخذ فاكهه
الميرا ميرا اخيرا من راح يكون؟ لا تجاوب ارجوك، خلنا نكتشف، خلنا نستمتع ونكتشف. ابتحرق احرق الله وكيلك، فكنا وخر عندي. المهم بنشوف الحلقه الجايه اخيرا، بنشوف شو اللي راح يصير. ريبيكا لما تعرف ان ابوها هو كيروس، البنت المظلومة المضطهدة تطلع بنت أعظم محارب، اللي القرية راح ستدين له بالولاء والامتنان. الامتنان مش الامتنان، الامتنان من الحماس. تغير المعاملة، كل هذا قاعد يجج داخلي مبسوط فرحان شو اللي راح يصير في الحلقات الجاية، شيء خطير. بعدين جابوا قفزة كيروس وهو متوجه الكيهوتي، وقص راس كيهوتي، قص راس كيهوتي. أنا من نظريتي مستحيل كيهوتي يموت الحين، في خدعة، أما أن هذه نسخة أو أن خدعة أو أي شيء قاعد يصير الحين. لكن دخلت كيوس مدمرة، كيهوتي ما عم شفته معصب زي العصبية هذه كلها. ولا تنسون موقفها صعب الحين، للقواصنة، لحكومة العالم، للمرين، ما في أحد راح يعترف في فيجيتوش يكون موقفها الحين. أنا بالنسبة لي فيجيتو فارس العدالة البيضاء راح يتم فارس العدالة البيضاء الحين بعد اللي سواه كيهوتي. لا ولا راح يبدي مصلحة حكومة العالم يكون فارس العدالة الغامضة، ما أدري. كل هذه الأشياء حنشوفها قدام، لكن اللي أقدر أقوله للحلقة هذه حماس. أخيرا شفت شيء رهيب، كيروس عودة الدمى، التفقيع اللي جفع عيلس كيهوتي، يس 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 يس، الانتقام بدأ. شو راح يصير طاقم لوفي؟ إلى متى راح يظل تايه؟ متى بيتجمعون؟ أشياء كثيرة. الحلقات اللي جاية حسنا راح تكون حلقات خطيرة مرة، وأخيرا الحلقة الجاية فوق إنها خطيرة. أنتم خلصين اختباراتكم، راح ندخل متعب في أقوى شيء. كونجراتشوليشن مقدما ومبروك. الحين سو سبسكرايب، لايك، شير، كومنت، خلصت طاقتي ونشوفكم.